وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي أن دائرته الوزارية تعمل على تجسيد البرنامج المسطر كما هو الحال بولاية البرج التي تدعمت اليوم بالعديد من الطرق الولائية والبلدية خاصة على مستوى مناطق الظل، أين استفادت هذه المناطق من إنجازات ستزيل الغبن عن هذه التجمعات السكانية. واليوم كما لاحظت هذه الزيارة سمحت لي باش شفت عدة مناطق الظل اللي لحقتهم الطريق اللي كانوا ربما في الماضي القريب كانوا ما يحلموش به. في سياق آخر كشف لنا وزير القطاع أن آخر جزء من الطريق السيار على مستوى ولاية الطارف والذي يبلغ 80 كيلومتر سيسلم الشطر الأكبر منه والذي يتعدى 50 كيلومتر نهاية هذه السنة. نفتحوا 52 كيلومتر وتبقى 32 كيلومتر نفتحوها في السداسي الأول لسنة 2021. من جهة أخرى أكد لنا وزير القطاع أن الأشغال تجري على مستوى نفق جبل الوحش لتسليمه فور الانتهاء.